السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا الدكتور معاذ، اليوم راح نشرح المحاضره الخامسه الخاصه بطلبه جامعه النهرين طبعا مرحله اولى. البارحه شرحنا المحاضره الرابعه اللي تحدثنا عن الاسيد بيس بالانس. اللي ما شاف المحاضره الرابعه يشوفها، يلا يفتح المحاضره الخامسه لان واحده مرتبطه بالاخرى، تمام؟ البارحه من شرحت صار ديفكت بسيط. تذكرون معادلة الهايزنبرغ هاندرسون هايزنبرغ إيكويشن اللي كانت تتحدث عن الاستيميشن أو ذا بي إتش إنساد أو ذا بودي أو إن ذا بلاد. قلنا البي إتش بوقتها يساوي لنا البي كي أي زائد اللوك الديسوشيتد اللي هو الإتش سي أو 3 على الإتش 2 سي أو 3. تمام الأمور؟ البارحة قلت انه هذا يتفكك الى H2O CO2، عوضت. لا غلط، اللي يتفكك هو ال H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد. هذا الكربونيك اسيد شي يصير بيه؟ يتفكك الى ماء زائدا ثاني اكسيد الكربون. لان شوفوا، حتى نشوف المعادلة H2 هاي H2 O O شو بقت CO2 طلعت هنا. هذا نقدر نعوضه هنا، فصير المعادلة BH يساوي لنا BKA plus log HCO3 على ضغط CO2، لأن CO2 يقاسم الضغط. وبوقت قلت لكم المعادلة نقدر احنا شو نسوي؟ نخلي بمكانها H، يعني هذا مو BH، اسويها تركيز ال H، نحسب تركيز ال H مباشر. بس شو نسوي؟ لازم نقول BKA زائد اللوج، نقلب البسط على المقام يصير BCO2 على HCO3. تمام؟ زين، خلصنا المعادلة، بس هذا الغلط البسيط أنا حبيت أصحح. ناخذ نكمل ما ابتدأناه غدا البارحة العفو. راح ناخذ وايتو روجليت. أنا ليش أسوي روجليشن للبي اتش؟ على مود أسوي مينتين أوف هيموستاسيس، هوميوستاسيس العفو، يعني أحافظ على البالانس مال الجسم. وكذلك على مود اسوي ريجوليت انظم الانزيم فانكشن. تذكرون كنا الانزيم عند اوبتيمم بي اتش يشتغل، من يتغير البي اتش يصير انكتيفيشن. راح ناخذ البادي بي اتش بالانس. البادي بي اتش بالانس راح ناخذ الهيدروجين ايون ريجوليشن، تمام؟ كونستريشن اوف ذا هيدروجين ايون ريجوليت، يتنظم او يصير بي بالانس عن طريق ثلاث سيستمات بالجسم. وذني الثلاث سيستمات رح ناخذها بالتفصيل الممل. اول شغله كيميكال بافر. كيميكال بافر، عندي بافر سيستم. هذا البافر موجود وين؟ بالبلد، اكت وذين سكند، يشتغل ثواني، يعني الايفكت مالته جدا سريع، تمام؟ هسه اول شيء عندنا البافر سيستم. شنو هذا البافر سيستم؟ هسه اللي قدام رح ناخذه بالتفصيل. عندنا الريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر شي تسوي البحث؟ تتذكرون قلنا انه انا من العضلات او الجلوكوز بالانايروبيك ميتابوليزم يتحول، عفوا بالايروبيك ميتابوليزم راح يستخدم الاوتو على مود يحول الجلوكوز الى انرجي، بعدين هاي الاوتو راح تصير ويست برودكت فينطيني سي او2. هاي السي او2 اللنج تخرجها برا الجسم عن طريق الشهيق والزفير على مود تتخلص من السي او2. ومثل ما اتفقنا السي او2 هو اسيديتي، يعني من يزداد السي او2 بالجسم بسبب الحركه، الركض، الاكسرسايز والامراض كذلك، راح يزداد الاسيديتي. فالريسبيراتوري ايش راح يسوي؟ راح يطلع المسؤول عن الريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر هو سنتر ينظم لي الشهيق والزفير، او ينظم لي الريت مال الريسبيريشن. هذا السنتر موجود بالبرين ستيم اللي هي منطقه موجوده بالدماغ، واكيد تعرفوها بالتشريح. هاي المنطقة تشتغل من 2 إلى 3 منت، يعني الإفكت مالتها جدا سريع. عندنا النقطة الثالثة، عندنا الرينال ميكانيزم. البارحة تذكرون قلنا أكو فد أسيد هو يكون نون فولتايل، يعني مو سي أو 2. أسيد يتكون نتيجة الميتابوليزم اللي يصير الأمينو أسيد، تذكرون من يعطيني HCl أو H2SO4. هذا الأسيد ما أقدر أطلع عن طريق الشهيق والزفير، أطلع لي الكدني. بس المشكله بالكدني شنو هو؟ تحتاج الى من ساعات الى ايام على مود تنظم لي البي اتش، تمام؟ يعني الايفكت مالته جدا بطيء. رول اوف لانج، راح ناخذ شنو فائده اللانج.
تتذكرون ايش قلنا باللانج؟ قلنا اللانج من يزداد السي او2 طلعه على مش يسوي؟ على مود تزود الاسيديتي. طبعا للعلم على مود تقلل الاسيديتي، طبعا للعلم اذا زاد البيسيسيتي بالجسم اللانج شو يسوي؟ تقلل الرايت مالته بحيث تقلل من خروج السي او2 على مود شنو؟ اسيد، السي او2 اسيد، وانا عندي بيس زايد فيصير عندي تعادل. فالترى تشتغل عكسيه حسب حاله الجسم. One mechanism of the body used to control blood pH involves the release of carbon dioxide from lung. أول شيء طلع لي الكربون دايوكسيد من يزيد الأسيديتي بالجسم. Carbon dioxide, which is mainly acidity, acidic, ترى acidic هو. يعتبر الكربون دايوكسيد هو waste product of the metabolism of the oxygen inside of the cells. واتفقنا البارحة قلنا أنا عندي بالكرب سايكل عندي كلوكوز، مضبوط؟ الكلوكوز ايش راح ينطي؟ راح يتحول إلى انرجي بعمليات إلى اي تي بي. تذكرون كل جزيئة اي كلوكوز تنطي 38، طبعا ما مطالبين بها. الكلوكوز اللي يتحول بالعضلات إلى اي تي بي أو بالقلب على مود ينطيني اي تي بي، يستخدمها القلب بالدقات العضلة يستخدمها بالكونتراكشن. راح يستخدم O2، يحتاج O2. هذا الO2 ورا ما يستخدمه شيء يتحول إلى waste product CO2. هذا CO2 يروح لللانج واللانج طار. مختصر مفيد للسالفة كلها. Such as constantly produced by cells as within all waste product carbon dioxide excreted into the blood. إحنا مثل ما اتفقنا هذا CO2 اللي تكون راح يروح وين؟ للبلد. تمام؟ تمام. ورا شيء يصير بي؟ سنكمل الورا. راح اشرح لكم طبعا بالتفصيل هاي العمليه. البلد راح يبدي يشيل السي او 2 تو لانج. تمام، هسه البلد اجى البلد حمل السي او 2، هذا البلد بي سي او 2 عن طريق العفو الفين. تمام، وداه وين؟ لللانج، واللانج طلعته عن طريق عمليه الزفير. شهيق والزفير طبعا. Where it is exhaled، يعني طلعته خارج الجسم. Exhaled هي عملية الزفير يسموها exhaled. Carbon dioxide accumulate in the blood، the pH of the blood decreases. ال CO2 يتراكم بالبلد، شي يصير الدم هسه؟ CO2 acidity. تمام، بما انه CO2 acidity ايش راح يصير بال pH؟ البي اتش راح يقل. تمام، ليش؟ ان علاقة البي اتش مع الاش علاقة عكسية، يعني المعادلة. انتو حتى لا تتعبونه، تذكرون المعادلة ايش قلنا؟ قلنا البي اتش يساوينا لوغارتم العفو بي كي اي زائدا ال كان اتش سي او 3 على السي او 2، ضغط السي او 2. سي او 2 من يزداد هو بالمقام هذا يقل، عملية عكسية. تمام، نشوف عكسية. فمن يزيد CO2 الـ pH راح يقل، الجسم ايش راح يصير؟ acidity. The brain راح يتحسس الدماغ انه الدم بـ CO2 عالية جدا. راح regulate amount of the carbon dioxide that is exhaled by control speed and depth of breathing. شو يسوي البراين؟ يتحسس اكو CO2 بالبلد. فشو يسوي؟ طبعا هذا البلد اجا وصار باللانج. اتفقنا؟ CO2 هسه باللانج. تحسس الدماغ شو يسوي؟ يزيد عملية الزفير، يعني خليك تتنفس. الفنتيليشن يزداد، الريت مال ريسبيريشن يزداد، فتتنفس بسرعة. تمام، عم تخرج كمية السي او 2 الكثيرة بالجسم. The amount of the carbon dioxide exhaled and consequently pH of the blood increase، راح يزداد البي اتش مال البلد، يعني الاسيديتي تقل عم يوصل لمرحلة تعادل. As breathing become faster and deeper. اتفقنا؟ سهلة جدا. But by adjustment speed and depth of the breathing, brain and lung are able to regulate blood pH minute by minute. دقيقة دقيقة، من دقيقة إلى دقيقة، من دقيقة إلى ثلاث دقائق راح يبدي شنو البراين ينظم لي الريسبيريشن ريت، بحيث إنه من خلال من دقيقة إلى دقيقتين الجسم يرجع إلى البي اتش الطبيعي مالته اللي هي 7.4. هاي أخذنا الرول أوف ريسبيراتوري. Role of the kidney، شلون الكدني تشتغل؟ شوف عمي، أول الكدني هو أبطأ جهاز ينظم لي البي اتش، أبطأهم. الفاستر مالتي هو respiration،
والبلد الكيمي اللي احنا نسميه كيميكال بفر. Kidney are able to affect blood pH by excreted excess of the acid and the base. الأسيد والبيس النون فوليتايل اللي تتكون نتيجة للميتابوليزم anaerobic metabolism of the glucose أو الأيروبيك metabolism of the protein. بروتين مو يصير بيه ميتابوليزم الأمينو أسيد يطرح لي H2SO4 HCl و H هذا اللي كلهن ما نقدر نطلعها عن طريق اللانج الكيدني راح تطلع ليها. The kidney have some ability to alter amount of the acid and base that already excreted. إذا زاد الأسيديتي تطلع H وإذا زاد البيسيسيتي تطلع OH فتعادل الجسم. But because kidney make these adjustments more slowly هاي العملية التوازن يصير بالجسم ترى بطيئة جدا بالكيدني أبطأ من اللي يصير باللانج يعني اللانج أسرع تمام. This compensation generally takes several days هاي العملية يحتاج لها في الأيام من ساعات إلى أيام. What is buffer؟ شنو هو البفر؟ احنا قرينا البفر يمكن واي نذكر بفر بفر. البفر هو solution اللي هو القابلية إلى أن يخلي أن يسوي maintain للبي اتش يحفظ البي اتش يوازن البي اتش and bring it back to its optimum value by addition and removal of the hydrogen ion. شوف البفر solution حتى تفهموه بسرعة. البفر هو solution يخلي البي اتش ضمن اوبتيمم ضمن فاليو معينه تمام. مثلا بالدم انا احتاجه 7.3 و 35 الى 7.45 يخليها ضمن هذا الرينج. شلون اما يطرح اتش او يسحب اتش مثلا خلينا نشوف هاي المعادله البفر زائد اتش راح يعطيني اتش بفر. البفر هو solution سواء HSCO3 أو H3BO4 وغيرها. هذا الـ H هسه شوفوا شلون فكرة صارت. الجسم زادت عنده الأسيديتي زاد عنده الـ H إجا البفر ارتبط به خلاه متعادل زين. إذا البيسيسيتي زادت مال الجسم سانشري أريد البيسيسيتي زادت لازم أطرح شنو أطرح هيدروجين للدم حتى يعادل. فشي يسوي البفر يتجه بهذا الاتجاه البفر يفك الـ H للدم فتسوي مانتين للـ pH من يكون البيسيسيتي هي الأعلى بينما من يكون الأسيديتي أعلى لا يتجه بهذا الاتجاه يجي البفر يرتبط بالـ H ويتخلص منها تمام. فشو كاتبين بالصفحة الثانية when hydrogen ion concentration increase reaction shift toward right تمام. من الهيدروجين كونستريشن يزداد تتجه باتجاه اليمنى واذا قل باتجاه اليسرى. سوينا لكم عمليه شلون صارت. راح ناخذ الايفكت سيستم ان بودي فلويد. شوف عمي عندي اكسترا سيلولر فلويد وعندي انترا سيلولر فلويد. البفر سيستم موجود بالبودي فلويد تمام. البادي فلويد تنقسم قسمين عندنا الاي سي اف والانترا سيلولر فلويد وعندنا الاي سي اف والاكسترا سيلولر فلويد. الانترا سيلولر فلويد شنو هو البفر البي الانترا سيلولر يعني الفلويد اللي داخل الخليه وهذا الخارج الخليه. بي بروتين بفر ورحنا شنو بروتين راح ناخذ هاي السيستمات بالتفصيل. عندي بروتين بفر سيستم وعندي الفوسفيت بفر هما راح ناخذ الفوسفيت بالتفصيل تمام. البروتين بفر شو يشمل لي يشمل ثلاثه تمام. البلد لان يحتوي على الهيموغلوبين والهيموغلوبين مثل ما تعرفون ببروتين والامينو اسيد وراح ندرسها شنو هي الامينو اسيد اللي تعتبر بفر سيستم والبلازما بروتين والبروتين موجود بالبلازما هذا الانترا سيلولر فلويد. الاكسترا سيلولر يشمل لي البروتين بفر اللي هي هذين ثلاثتين ويشمل لي همات الكربونيك اسيد اللي هو H2CO3
هذا اهم سيستم موجود عند بالجسم اللي هو يسموه البايو كاربونيت، اهم سيستم راح ناخذه بالتفصيل. البفر ان ذا بلاد، راح ناخذ اول شيء ان الكاربونيت بفر اللي هو البايو كاربونيت بفر. البايو كاربونيت بفر يشكل 75% من البفر موجود بجسمك، يعني هو المسؤول عن تعادل الجسم، مهم جدا. البايكربونات بفر طبعا هاي بي اتش، ذا بي اتش اوف بلاد من 7.35 الى 7.45. تشينج ان بي اتش بيلو 6.8 اقل من او اكثر من 8 ترى الانسان قبل يموت. ذا ميجر بفر سيستم ان بودي فلويد هو هذا البفر سيستم اللي هو البايكربونات سيستم، يسموه الكربونات سيستم. الكربونات سيستم هو ال H2CO3 وال HCO3. تمام. شوف some of the CO2 product of the cells cellular metabolism are carried to lung for elimination and the rest dissolve in the body fluid forming carbonic acid that is associated to produce of bicarbonate and hydrogen and H3O ion. شنو الحكي هذا شفته منه؟ يقول لك يا ابو CO2 اللي تكونت تتذكروها؟ هسه احنا ناخذ هذا السيستم ايش راح يسوي؟ شلون عمل بالجسم؟ تتذكرون CO2 اللي تكونت؟ قلنا CO2 راح يطلع حلان، جزء من CO2 راح يبقى مثل ما شرحنا البارحه يذوب بالبودي فلويد، هذا CO2 اللي يبقى راح يذوب ويا الفلويد، الفلويد هو شنو؟ مي انا عندي بالجسم، فيتحول الى شنو؟ الى H2CO3. هذا ال H2CO3 راح يتفكك الى شنو؟ بوجود الماء طبعا، الهيدرونيوم اي بوجود نعم الماء راح يتحول الى H3O بلس HCO3. تمام. شوف CO2 البقى صار بي تفاعل ويا الماء فكون كربونيك اسيد، هذا الكربونيك تحول الى هيدرونيوم ايون وباي كربونيت. هالبار كربونيت هي اصلا بيس، خلاص انا عادت الجسم. فأول فعل إلى CO2 المتبقية من الميتابوليزم راح يجي هنا تتفاعل. طبعا هاي المعادلة إذا كان الأسيد زايد تمشي بهذا الاتجاه، إذا كان الأسيدتي نقصان يعني عندي بيسيسيتي تتجه بهذا الاتجاه، يعني يجي H3O HCO3 يتفاعل ويا الهيدرونيوم أيون ينطيني H2CO3 زائد الماء، وهذا ينطيني CO2 اللي هو يعتبر أصلا أسيد في عادل لان عندي بيسيسيتي. تمام. الكربونيت بفر excess of the acid in the body are neutralized by HCO3. اي زياده بالاسيد يتعادل بوجود ال HCO3، واتجاه المعادله يكون الى الرايت. H2CO3 plus بلس H طبعا H2O راح ينطيني H3O زائد HCO3. هاي بيس، هذا بيس. هنا أنا عندي شنو؟ هنا أنا زاد عندي الأسيديتي فكون عندي هيدرونيوم أيون و H3 على مود عادل اللي يعتبر بيس على مود عادل الأسيديتي. إيكوالبيريوم شيفت ليفت إكسس بيس، شوف إكسس بيس من يزيد عندي البيسيسيتي react with carbonic acid، هذا البيسيتي. من يتفاعل ويا الكربونيك اسيد المعادله تتجه باتجاه معاكس، شوف شو راح بالعكس. تتذكرون هنا من يتفاعل ويا من عندي اسيد، من عندي اسيديتي راح المعادله شو يصير؟ راح يتفاعل CO2 ويا H2O ينطيني H2CO3 وبعدين تتفكك الى بيس. زين اذا عندي H CO3 زائدا OH، يعني البيز زايد، شو راح يصير؟ تتفاعل OH فتكون لي ماء زائدا
HCO3. انا شو سويت؟ تخلصت من الـ OH. الـ OH زاد بجسمي، تفاعلت ويا الكربونيت اسيد، تخلصت من حولتها مي وبايكربونيت. تمام؟ pH of the blood buffer. The concentration in blood of تذكرون من اتفقنا انه البي اتش يكون 7 بوينت، من 7.35 الى 7.45. زين هاي شلون حسبوها؟ تذكرون الاستيميشن اوف ذا الاستيميشن الاستيميشن اوف ذا بي اتش اوف ذا بلاد. تذكرون القانون، قلنا بي اتش يساوي بي كي اي زائد اللوغاريتم HCO3 تركيزه على تركيز H2CO3. زين ما سألتوا نفسكم أنا ليش اخترت البايكربونيت؟ ليش اخترنا هنا البايكربونيت سيستم؟ ليش ما اخترنا السلفي الفوسفيت سيستم بحساب البي اتش؟ لأن هذا يكون 75% من البفر مال الجسم، لذلك اختاروا البايكربونيت بالمعادلة. المعادلة جدا سهلة. أنا لازم إيش عندي؟ طبعا ها هذا جه تركيزه 0.004، هذا جه تركيزه 0.024. البي كي اي جلد ثابت، البي كي اي 4.3 في 10 سالب 7. من تجي تعوض تقول بي اتش يساوي لنا 4.3 في 10 ناقص 7 زائدا تركيز ال HCO3 قلنا 0.024 وتركيز ال H2CO3 من تضربها بالحاسبة. طبعا هذا ناخذ للوغ، لا ننسى ان هو لوغ اصلا. تمام، فمن نحسبه يطلع البي اتش تقريبا 7.37، هو ضمن الرينج. هاي البي اتش ليش 7 من 7.35 الى 7.45؟ هي تفسرها هاي المعادلة او هذا الحكي. تمام،